ماذا بعد إعلان تشارلز ملكاً؟ God Save the King. هذا صار النشيد الوطني الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية اللي تربعت على العرش لسبعين سنة. فمن عمر ثلاث سنوات والمعروف أنه ابنها الأمير تشارلز هو وريث العرش، ولهيك كان من الطبيعي أنه يتم إعلانه ملك بعد وفاتها. ومن اسم تشارلز فيليب آرثر جورج اختار يكون اسم الملك تشارلز الثالث. وصحيح أنه فور إعلان قصر بكنغهام الوفاة تم إعلانه ملك، إلا أنه حفل التتويج رح يتأخر بعض الأشهر. I pay tribute to my mother's memory and I honor her life of service. And wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love. بس من هلأ لوقتها عليه القيام بالكثير من الخطوات التقليدية والبروتوكولية، بداية مع إعلانه ملك بصفة رسمية. وهالشي بيصير في قصر سينت جيمس في لندن أمام هيئة معروفة باسم مجلس شورى الملك. بعد هيك بيعود المجلس وبيجتمع، بس هالمرة بحضور الملك الجديد اللي بيتلي خطاب بيأدي خلاله القسم بالحفاظ على كنيسة اسكتلندا. وهون بيجي دور حفل التتويج، ولكن نظرا للاستعدادات الكثيرة وضيق الوقت من المتوقع تأجيله لفترة، تماما مثل ما صار مع الملكة إليزابيث بعد إعلانها ملكة في فبراير 1952، تم تتويجها في يونيو 1953. وخلال التتويج بيقدم رئيس أساقفة كانتربري طقوس دينية، وخلال الاحتفال بيوضع تاج سينت أدوارد على رأس تشارلز، وهو تاج من الذهب الخالص بيعود لعام 1661. وما بيرتدي الملك إلا خلال حفل التتويج، وبيبلغ وزنه أكثر من 2.23 كيلوغرام. وبيرجع وبيأدي الملك الجديد قسم التتويج أمام الجميع، وبيحصل على السولجان والأورب اللي هو قطعة من الذهب والمجوهرات على شكل الكرة الأرضية. والملك تشارلز ما حيكون ملك لبريطانيا بس، فهو رح يترأس 15 دولة بتعترف في رئيس إلها، أبرزها كندا، أستراليا، نيوزيلندا وغيرها. وبروتوكوليا عليه زيارتها بعد تنصيبه ملك. وتغييرات كثيرة رح ترافق تتويج تشارلز ملك غير النشيد واسمه، فكمان العملات المعدنية والأوراق النقدية المطبوعة رح تحمل صورته، والأمر نفسه بالنسبة للطوابع البريدية والرمز الملكي اللي كان E2R للملكة نسبة لإليزابيث 2 ريجينا. وبالرغم من حزن الشعب على رحيل الملكة إليزابيث، إلا أنه هالشي ما منع أنهم يرحبوا بالملك الجديد من خلال التفاعل على السوشيال ميديا. وإيتي بالعربي رح يعطيكم بعض المعلومات عن الحياة اللي عاشها الملك تشارلز. فهو ولد في 14 نوفمبر 1948، والابن الأكبر للملكة اللي كانت بوقتها دوقة أدنبرغ. عام 1955 أعلن قصر كلارنس أنه تشارلز ما رح يتلقى تعليمه بالبيت إنما بالمدرسة، وهيك بيكون أول ولي عهد بيتعلم خارج القصر. وبعدها انتقل إلى مدرسة والده في شرق بيركشاير، وبعدها إلى شمال شرقي اسكتلندا، والتحق بكلية كامبريدج. في يوليو 1958 تم تتويجه أمير ويلز. عام 1981 تزوج من ديانا سبنسر أو ليدي ديانا وأنجبوا ويليام وهاري. عام 1992 انفصل تشارلز عن ديانا، وتم الطلاق عام 1996. وعام 1997 تعرضت ديانا لحادث سير أودى بحياتها، ليرجع ويتزوج من كاميلا عام 2005. وأكيد الكثار عم يسألوا إذا رح يتم تتويج كاميلا ملكة، إلا أنه وبناء على وصية الملكة إليزابيث، فكاميلا تعتبر كوين كونسور أو عقيلة الملك. A darling wife, Camilla, in recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my queen consort.